كان المسيح في البستان مع التلاميذ، وكان يصلي وطلب من تلاميذه أن يصلوا لألا يدخلوا في تجربة، ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة؟ لكن المسيح هو سيد كل الأحداث وأيضا العالم بكل شيء، علمه السابق، فهو ذهب وعالم بكل شيء سوف يحدث. جاءوا بأعداد غفيرة، أعداد كبيرة، كتيبة رومانية، عدا عن حرس الهيكل، عدا عن جمهور كثير حتى يقبضوا على المسيح، خايفين أن يكون في مقاومة من المسيح، وبالنسبة للرومان خايفين أن تحدث ثورة سياسية كبيرة، فيريدوا أن يكونوا مستعدين استعداد كامل لهذا الحدث. كم يحتاج المسيح من الجنود حتى يقبضوا عليه؟ هذه الجمهور أحبائي جاءوا ليقبضوا على يسوع المسيح، لكن المسيح ما كانش خايف. منشوف أول شيء شجاعة المسيح، لم يهرب بل تقدم وسألهم: من تطلبون؟ قالوا: يسوع. أنا هو. رجعوا وسقطوا إلى الوراء. منشوف شجاعة يسوع المسيح عندما تقدم هو بالسؤال، ثم نرى من ناحية أخرى سلطان المسيح سقطوا على الأرض، فهو سيد الأحداث وله السيادة والسلطان الكامل المطلق على كل شيء. من ناحية أخرى محبة المسيح، لم يفكر بنفسه بل كان يفكر بأصدقائه: دع هؤلاء يذهبون، أنا موجود. حتى لدرجة هذه المحبة أظهرها عندما ضرب بطرس بالسيف عبد رئيس الكهنة ملخص وقطع أذنه، قال لبطرس: رد سيفك إلى غمده، وشفى أذن العبد. هذه محبة شديدة حتى في أحداث الآلام والصلب، إنه سيد كل الأحداث. أيضا منشوف الطاعة الكاملة لإرادة الآب: الكأس التي أعطاني أن أشربها، ألا أشربها؟ فهو جاء لهذا الموضوع. أحبائي، المسيح علم أن هذه الساعة ساعة سلطان الظلمة، وعندما سأل أيضا سقطوا. هون منشوف مش بس المسيح كإنسان، منشوف قدرة لاهوته، كيفية رجوعهم إلى الوراء. يعني عاوز يكون واضح للجميع أنه مش بقوتهم بل اختياره هو سلم نفسه. وعندما قال للتلميذ: ألا أستطيع أن أسأل 12 جيشا من الملائكة؟ يستطيع أن يبيد كل الكرة الأرضية، لكن جاء إلى هذا البستان ليتألم ولكي ينتصر ويكمل عمل الفداء.